اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكرك الذاكرون. اللهم اجعلنا لسنة نبينا محمد من المتبعين ومن المحيين، ولا تجعلنا يا مولانا من المبتدعين، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني مش عايزة أقول لكم مدى فرحة القلب بتجمعي مع أهل القرآن. أنا يعني نشأ لم أنشأ بعنوان المحور الأولاني، أنا مش غرس نشأ في طاعة الله وهكذا، ولكن تعلمت الطاعة عن كبر، وعرفت الله عز وجل عن كبر يعني. ففي جزء قبل الجاهلية نسميه قبل الإسلام بقى، قبل ما الله عز وجل يمن علي بالتوبة، كان لساني معوج، يعني لا أتكلم العربية، معوج مكسور، كل حاجة مكسورة عندي، وبرامج جامعة أمريكية وهكذا، فما كنتش بعرف أنطق اللغة العربية إلا قليلا. أتذكر أول مرة، وخدوا المشهد ده في أول المحاضرة عشان هقول لكم حاجة من لطف الله الخفي. إحنا عندنا لطف عام ولطف خفي. اللطف الخفي اللي ما نشوفوش، فمن لطف الله الخفي ذكروني وقلت لي يا دكتورة أنت قلتي في أول المحاضرة القصة الفلانية. اللي حصل ان اول مره احضر للقران كنت بحضر مع كنت قاعده مدينه جامعيه، فكان في اتنين كفيفات بياخدوا القراءات العشر، مش هروح بقى انطق من خارج الحروف حتى مفيش. فكانت اللهم بارك تقول لي ايه سمعي لي، طيب انا بقرا عادي الحمد لله. فما كانت تغلط اجي اقول لها تعملي ايه، تقولي ليش خبطيلي بس بجيب متشابهات بس كده. فروحت احضر تعالي وبتاع، رحت معاه المسجد احضر. فانا بقى ايه بقى ما شاء الله عليا حافظه اول ربع في البقره، يا بقى وقعدت معاه ومحفظ اول ربع في البقره، وشايفه بقى كاني خلاص بقى ده انت خلاص. وراح بقى اقول الشيخ هيفرح بيا يعني، ولم اتجاوز الفاتحه لا الاستعاذه ولا البسمله، وعيط وابكي وبس استعيذ بالتهات والاخوات وجم وكذا وان شاء الله تبقي معانا وهكذا. تعادتني هذه الأخت الكفيفة اللهم بارك يعني بس الفاتحة وقليل من جزء عام يعني، إلى أن من الله علي بالصحبة بعد ذلك.